بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وفي عهد السلف الصالح يعظمون هذا الواجب ويقومون به خير قيام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم من بعده يعظمون هذا الواجب الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان المسلمون يعظمون هذا الواجب ويقومون به، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اغتناما للأجر والثواب في ذلك، وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فالضرورة إليه بعد ذلك أشد. من ذلك هذه الدولة السعودية المباركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أعمالها أو من أولويات أعمالها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إن الملك عبد العزيز رحمه الله جعل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نجد وفي الحجاز، ولا تزال ولله الحمد هذه الهيئة أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله عام 72 من الهجرة، ولا تزال ولله الحمد. وكان من قبل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر احتسابا بدون وظائف وبدون شيء، احتسابا لوجه الله كان يقوم بذلك رجال مخصصون يتولون هذا الأمر ويقومون به. لكن لما أنه تغير الوضع وجاءت التنظيمات والوظائف، الملك عبد العزيز جعل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيبا من هذا، من هذا التنظيم ومن هذه الوظائف، فجعلهم رحمه الله يقومون بهذا الواجب. نعم. فالضرورة إليه بعد ذلك أشد وأعظم لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجب. بعد ذلك الضرورة، بعد مضي السلف الصالح ومن جاء بعدهم، الضرورة في آخر الزمان أشد إلى قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكثرة المنكرات والشرور، فعظمت الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما كان من قبل. نعم. لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم. نعم، كثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الناس عن هذا الواجب العظيم تأكد القيام به وعدم إضاعته. نعم. وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد والخطر أعظم. نعم، لكثرة الشرور وكثرة المنكرات ووفود الأفكار من الخارج ووفود الأشخاص واختلاط الناس بعضهم ببعض، فعظمت الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. صار الأمر أشد والخطر أعظم لانتشار الشرور والفساد. عكس ما يقوله الصحفيون أو بعض الصحفيين، إن الناس الآن فهموا تعلموا تثقفوا وليسوا بحاجة إلى أنكم تحملون الوصاية عليهم، يسمونها وصاية، وهذا من لبس الحق بالباطل ومن دحض الحق
ولكن يأبى الله إلا أن يظهر هذا الأمر ويجعل له أنصارا يقومون به ويدافعون عنه، ولا هم الآن يحاولون طمس هذا الجانب ويسمونه حبس للحريات، يسمونه تدخل في شؤون الناس ويسمونه بأسماء. نعم. وكثرة دعاة الباطل وقلة دعاة الخير. نعم، هذا من الأسباب أيضا التي تؤكد استمرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنشيط هذا الجانب، أن دعاة الباطل كثروا الآن خلال وسائل الإعلام، خلال الاختلاط بين الشرق والغرب والمؤمنين والكفار، فيجب على الدعاة أن يبينوا هذا ولا يسكتوا عنه. نعم. في غالب البلاد كما تقدم، في غالب البلاد، وما نقول كل البلاد، لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، ولكن الغالب هو كذا. نعم. ومن أجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى به ورغب فيه. من أجل هذا أمر الله به، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالقيام بالأمر بالمعروف، أن تقوم به أمة، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي فإن الجميع يأثمون لذلك. نعم. وقدمه في آية آل عمران على الإيمان، وهي قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الأمة المحمدية هي خير الأمم، هي خير الأمم عند ربها، لأنها قامت بما لم يقم به غيرها من الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، للناس أو لأنفسهم فقط، بل للناس. فيجب على هذه الأمة أن يبذلوا كل وسعهم في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذه الأمة مسؤولة عن العالم، تصوروا يا إخوان، هذه الأمة مسؤولة عن العالم، أن تقوم بما أوجب الله عليها. الله اختارها لهذا، لأنها أهل لذلك، أن تقوم بهذا الجانب، دعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، الدعوة إلى الطاعات، ترك المحرمات، هذا واجب هذه الأمة، ممثلة بعلمائها وأمرائها وولاة الأمر فيها. ما تقتصر على نفسها وعلى بلادها فقط، بل تنشر الخير في العالم، في الناس كلهم. خير أمة أخرجت للناس. السبب: تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. نالت الخيرية بهذا السبب، أنها تأمر بالمعروف، والمعروف كما سبق لكم كلام الشيخ رحمه الله أن رأس المعروف التوحيد، تأمر به، ورأس الشر، رأس الشر والمنكر، رأس المنكر الشرك بالله عز وجل، تنهى عنه، هذا أهم شيء، ثم بعد ذلك بقية المعاصي والسيئات. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لأهميته، وإلا فهو داخل في الإيمان بالله عز وجل، داخل في الإيمان بالله عز وجل، لكن ذكره مفردا وقدمه اهتماما به. نعم. يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي خير الأمم وأفضلها عند الله. نعم، خير الأمم وأفضلها عند الله. لماذا؟
لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله عز وجل. نعم. كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. توفون سبعين أمة، يعني توفونها يعني تلتقون بها يوم القيامة. يوم القيامة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فضل لهذه الأمة. إذن يجب عليها ما لا يجب على الأمم الأخرى، يجب عليها مسؤولية عظيمة. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة، يعني الأمة هذه اختصت بأنها قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة، ولكن الأكثر تركوه، وإنما قام به فئة قليلة منهم. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. يعني ما كل أهل الكتاب تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيهم أمة، يعني فيهم فئة وطائفة قامت بهذا الواجب. والله جل وعلا لا يظلمهم، لا يظلمهم شيئا، بل يوفيهم أجورهم. نعم. بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعث الله به كل الرسل وأنزل به كل الكتب التي أنزلها على رسله، كلها جاءت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو جانب عظيم في حياة الأمم. وأنتم تعرفون القصة، قصة أصحاب السبت من اليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا، حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت وأباحه لهم في غيره، ومن الفتنة أن الصيد يكثر يوم السبت، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، هذا امتحان من الله عز وجل. فأغراهم كثرة السمك يوم السبت وهو حرام صيده، ماذا فعلوا؟ جعلوا حفر، حفروا حفرا في الأرض وجعلوا عليها شباك، فيأتي السمك يقع في هذه الحفر، يريد أن يخرج ما يتمكن من الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه، احتالوا عليه. عند ذلك نهاهم بعض الأخيار، نهاهم عن ذلك أخيارهم، وطائفة من الأخيار قالوا: لا، ما هم قابلين منكم، ولا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ماذا أجاب الأخيار الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال ما هو بنافع ولا هم قابلين، لا، معذرة إلى ربكم إنكم أقمتم الحجة عليهم وأبرأتم ذمتكم ولعلهم يتقون، لعل فيهم من يقبل، لا تيأس. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، شوف، أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نجوا من العذاب، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
لم يذكر الذين سكتوا، ما قال نجوا ولا قال هلكوا، والله أعلم أنهم هلكوا معهم، إنما نجا الذين ينهون عن السوء، أدل على أنه إذا وقع العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. وأما الذي يسكت فهو يهلك مع الهالكين، وإن كان في الآخرة يبعثه الله على نيته، لكن في الدنيا يهلك مع الهالكين، يصيبه ما أصابه. نعم. وأصل المعروف توحيد الله والإخلاص له، هذا هو أصل المعروف توحيد. نعم. وأصل المنكر الشرك بالله وعبادة غيره، فكيف ننهى الناس عن الربا، كيف ننهى الناس عن الربا وعن الزنا وعن المعاصي ونترك جانب التوحيد وجانب الشرك ما ننهى عنه ولا نأمر بالتوحيد؟ لأن فيه من يقول هذا الآن، في من يقول لا تتعرضوا للعقائد، خلوا الناس على عقائدهم تنفرونهم، لكن عليكم بالمكارم الأخلاق، مروهم بمكارم الأخلاق، بالصلاة، بالصيام، بتجنب الربا، بتجنب الزنا، وأما العقائد لا تعرضوا لها. فيها الآن جماعة يقولون كذا وهم ينتسبون للدعوة مع الأسف. الشيخ يقول لا، يقول رأس الأمر هو التوحيد، وأعظم الأخطار الشرك، فأعظم الأمر بالمعروف هو الأمر بالتوحيد، وأعظم المنكر هو الشرك، ينهى عنه، يبدأ به كما بدأت الرسل بالتوحيد والعقيدة، ثم بعد ذلك ينهى عن بقية المنكرات ويؤمر ببقية الطاعات. أما ما دام ما فيه عقيدة فلا فائدة منه، حتى لو تركوا الزنا والخمر وتركوا الربا ما يفيدهم هذا شيء عند الله عز وجل، مع أن التوحيد إذا تحقق قد يكفر الله به الربا والزنا والمعاصي والكبائر التي دون الشرك. أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكيف يتساهل في العقيدة ويترك الناس على ما هم عليه؟ من يقول هذا إلا ضال مضل والعياذ بالله. هذه ما هي بطريقة الرسل، طريقة الرسل أنهم أول ما يبدأون بالتوحيد، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله أفضل. ما تأتي الصلاة وهي أعظم الواجبات بعد التوحيد، ما تأتي إلا بعد وجود التوحيد، لأنه لو صلى الليل والنهار وهو يشرك ما قبل الله صلاته. نعم. وينهون، وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله الذي هو أعظم المعروف، وينهون الناس عن الشرك بالله الذي هو أعظم المنكر. نعم. ولما يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بأي شيء، أن يعبدوا الله هذا التوحيد، واجتنبوا الطاغوت هذا هو الشرك. أول شيء يأمرون به التوحيد، وأول شيء ينهون عنه الشرك وعبادة الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. نعم. ولما فرط بنو إسرائيل في ذلك وأضاعوه، قال الله جل وعلا في حقهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. الله فرض على بني إسرائيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم ضيعوه فضاعوا، ولعنهم الله، لعنهم الله، طردهم وأبعدهم من رحمته بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم النبيين الكريمين ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
لبئس ما كانوا يفعلون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، شوف الواجب على العلماء أشد، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ترك الأمر بالمعروف بئس الصنيع، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بئس الصنيع، لبئس ما كانوا يصنعون. وجاء في الحديث أن الرجل منهم من بني إسرائيل يلقى أخاه على المعصية فينهاه، ينهاه عنها، ثم يلقاه اليوم الآخر وهو على المعصية فلم ينهه عنها، ولا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. فلا يجوز المداهنة في هذا الأمر والسكوت عن المنكر، حتى ولو نهيت في الأول ما تقول خلاص، كرر الأمر والنصيحة معهم، ولا لا تجالسه، لا تجالسه وابتعد عنه. نعم. ثم فسر هذا العصيان فقال سبحانه: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فجعل هذا من أكبر عصيانهم واعتدائهم. السبب في اللعنة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ما هو؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينهى بعضهم بعضا. نعم. وجعله التفسير لهذه الآية وجعله التفسير لهذه الآية. نعم. ذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فسره بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. نعم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فسر الاعتداء بأنه عدم التناهي عن المنكر. نعم. وما ذلك إلا لعظم الخطر في ترك هذا الواجب. نعم، لعظم خطر ترك هذا الواجب الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عظم خطر، ما هو خطره؟ أنه موجب للعنة الله. ليس هذا خاصا ببني إسرائيل، يقول هذا خاص ببني إسرائيل، ولا هذه الأمة اللي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلعن؟ لا، يلعن، يلعن كما لعنوا. نعم. وأثنى الله جل وعلا على أمة في ذلك منهم، فقال سبحانه في سورة آل عمران: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الله جل وعلا ذكر في أول سورة آل عمران، ذكر أحوال اليهود والنصارى وفصلها وبينها وحاجهم وجادلهم لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفد نجران وهم نصارى، جاءوا إلى الرسول في المدينة، دخلوا عليه في المسجد، جلسوا عنده، الرسول صلى الله عليه وسلم حاورهم وجادلهم، وفي النهاية تعاهدوا، عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يؤدوا الجزية للمسلمين. ثم إنه ذكر في هذه السورة عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى الشيء الكثير، ثم قال جل وعلا: ليسوا سواء، يعني لا تحسبون اليهود والنصارى كلهم كذا، لا، فيهم ناس طيبون، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يعمم، لا يعمم الحكم، بل إنه يخرج من لا يدخل في الحكم. الله عدل جل وعلا، عدل سبحانه وتعالى، لا يظلم أحد. ليسوا سواء، لا تظنون كلهم كذا، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا محل الشاهد، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالله جل وعلا استثنى هؤلاء، فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة توجب الثناء من الله على من قام بها، وتوجب الذم والمقت واللعنة لمن أهملها. نعم. هذه طائفة من أهل الكتاب لم يصبها ما أصاب الذين ضيعوه، فأثنى الله عليهم سبحانه وتعالى في ذلك. وفي آية أخرى من كتاب الله عز وجل في سورة التوبة قدم سبحانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وما ذلك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فلما ذكر المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يشبه بعضهم بعضا، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني عن الزكاة، يبخلون بالزكاة ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. الله جل وعلا لا ينسى، ولكن المراد بالنسيان هنا أنه تركهم في العذاب، ترك، المراد بالنسيان هنا الترك، تركهم في العذاب كما تركوا طاعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الجزاء من جنس العمل، ومثل هذا الفعل يسمونه المشاكلة، جزاء سيئة سيئة مثلها، القصاص عدل. لماذا سماه الله سيئة؟ هذا من باب المشاكلة في الاسم فقط، جزاء سيئة سيئة مثلها، ويمكرون ويمكر الله، مكر من الله عدل، والمكر من الخلق هذا ظلم، فرق بين هذا وهذا، ولكن هذا من باب الجزاء والمساواة في اللفظ، يمكرون ويمكر الله، فيسخرون منهم، سخر الله منهم. هذه تسمى أفعال المشاكلة عند علماء التفسير، وليس هي من الله مثل ما هي من المخلوقين، لأن صفات الله جل وعلا تختص به وتليق به، صفات المخلوقين تليق بهم وتختص بهم. فقوله نسوا الله فنسيهم هو من هذا الباب. ثم ذكر المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شوف المنافقين يقول بعضهم من بعض، ما قال أولياء، ما يتوالون بينهم، لكن بعضهم من بعض يعني يشبه بعضهم بعضا في الكفر والنفاق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه صفات المؤمنين، أولها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أول صفات المؤمنين لأهمية هذا الجانب. ودل على أن النساء أيضا فيهن مؤمنات، وفيهن داعيات، وفيهن من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مو خاص بالرجال، فلتنتبه النساء لهذا، وتبدأ في بيوتها، في بناتها، في أولادها، تبدأ بهم، تربيهم على الطاعة. نعم. وما ذلك إلا لعظم شأنه. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ومع ذلك هذا حكم، عرفنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما حكمه؟ حكمه أنه فرض كفاية، لأن الفرض على نوعين، فرض عين على كل أحد، مثل الصلاة المفروضة، الصلوات المفروضة فرض عين على كل مسلم، وفرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين،
وبقي في حق الباقين سنة. أما إذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون. افهموا هذا، افهموا هذا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. ولهذا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فرض كفاية. إذا قام به من يكفي، فيه رجال حسبة، فيه هيئة، فيه من يقوم به، وقاموا بهذا الأمر سقط الإثم عن الباقين. يصير نحن نتعاون معهم بالنصيحة، بتبليغهم، بالتعاون معهم، بالدفاع عنهم، نتعاون معهم. لكن الحمد لله قاموا بالواجب عنا، فنحن نساعدهم بالدعاء، نساعدهم بالنصيحة، نساعدهم بإبلاغهم عن الأشياء، تعاون معهم، شجعهم على هذا، ما نقعد نتكلم فيهم ولا فيهم خير وضيع وقالوا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. هذا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فرض كفاية، ومع ذلك قدمه في هذه الآية على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مع أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام، من أركان الإسلام. الصلاة هي الركن الثاني، وإيتاء الزكاة هو الركن الثالث. لكن مع هذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الذكر لأهميته، مثل ما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قدمه على الإيمان لأهميته. نعم. فقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أولياء بعض بمعنى أنهم يحب بعضهم أولياء بعض، بمعنى أنهم يحب بعضهم بعضا، من الولاية وهي الحب، يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، هذا معنى الولاية. نعم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالرحمة سببها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من أسباب، أعظم أسباب، من أعظم أسبابها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. فقدم هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة، مع أن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلأي معنى قدم هذا الواجب؟ قدمها للاهتمام، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للاهتمام، وإلا فالصلاة ألزم وآكد. نعم. لا شك أنه قدم لعظم الحاجة إليه وشدة الضرورة إلى القيام به. نعم. ولأن بتحقيقه تصلح الأمة ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي لأنه منها، لأنه عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعدى نفعه. أما الصلاة فإن نفعها قاصر على المصلي، عمل بدني يقصر نفعه على المصلي، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنفعه يتعدى للمجتمع. نعم. وتختفي منها الرذائل. نعم. ويتعاون أفرادها على الخير ويتنصحون ويجاهدون في سبيل الله. نعم. ويأتون كل خير ويذرون كل شر، وبإضاعته والقضاء عليه تكون الكوارث العظيمة والشرور الكثيرة. نعم. جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدا جدا، وإن كان يقلل من شأنه الجهال والضلال والصحفيون، أو بعض الصحفيين يقللون من شأنه كما سبق، فلا تلتفتوا إلى هذا. نعم. وتفترق الأمة وتقسو القلوب أو تموت، يعني بترك الأمر بالمعروف تتفرق الأمة، تقسو القلوب أو تموت القلوب، تموت بمعنى الموت المعنوي، موت القلب، الموت معنوي، أما موته الطبيعي هذا من حيث الحركة ومن حيث، لكن الموت المعنوي أشد. قد يكون الإنسان حي من أقوى الناس لكنه لا خير فيه، قد يكون الإنسان
حي ومريض وضعيف لكن فيه الخير، فيه الخير كله، أي ما هو بالحياة إنما هي الحياة الطبيعية، الحياة المعنوية هي الحياة. نعم. وتظهر الرذائل وتنتشر وتختفي الفضائل. نعم، مع قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تظهر الرذائل والمعاصي ولا يوجد أحد ينكرها. نعم. وتختفي الفضائل ويهضم الحق. نعم، تختفي الفضائل مع ترك، لأنه تترك الفضائل ولا أحد يأمر بها ولا أحد ينبه عليها. نعم. ويظهر صوت الباطل. ويظهر صوت الباطل. يظهر صوت الباطل ويختفي صوت الحق إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه مفاسد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وهذا أمر واقع في كل مكان وكل دولة وكل بلد وكل قرية لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر. تجد هذا المعاني التي ذكرها الشيخ، معاني السيئة التي ذكرها الشيخ، تجدها في الدول التي ليس فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، تجد هذه الرذائل فيها، وتجد الفضائل أكثر في الدول التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا شيء واضح مجرد. نعم. فإنه تنتشر فيها الرذائل وتظهر فيها المنكرات ويسود فيها الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويصير لا فرق بينهم وبين المجتمع الحيواني، بل هم أسفل من الحيوانات، لأن الحيوانات ما عليها تكليف ولا ما هؤلاء مكلفون. نعم. وبين سبحانه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، يكفي نقف عندها. وبين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا سائل يقول أو سائلة تقول: في هذا العصر تنوعت وسائل الترفيه متمثلة بالتلفاز والكمبيوتر وألعاب البلايستيشن وغيرها، وفيها ما فيها من المحاذير والمحرمات، فهل لي أن أمنع أبنائي من اللعب والتفرج على هذا لما فيه من المحاذير؟ ولكن أخشى أن يسبب ذلك مفسدة أعظم من لعب الأولاد في الشارع والتعرف على أصحاب السوء الذين لا أعرفهم، وتنفير أبنائي من الدين فيقولون لنا: أنتم تمنعوننا من كل شيء. نعم، يجب منع الأولاد من هذا، على الوالد أولا، على الأب أولا، ثم على الأم، تعاونون على تربية الأولاد، يمنعون وسائل الشر من بيتهم، ويصبرون على ذلك، يصبرون على لوم الأولاد، يصبرون على أذاهم، ولا يطيعونهم في أنهم تمنعوننا بالبيت، يقولون نجعل هذه الأشياء عندهم بالبيت ولا نخليهم يطلعون للشارع، يعني نفسدهم بالبيت لئلا يفسدوا في الشارع. ايش سووا؟ ايش صرنا أجل نفسدهم بالبيت علشان ما يطلعون يفسدون في الشارع؟ لا يا أخي، أحسن النية والقصد ويعينك الله عز وجل، واصبر على هذا، وعود أولادك، عودهم ربهم على هذا، قل لهم يا عيالي ذا ما يصلح، هذا مكروه، بين لهم مفاسده، فهو يتركونهم، هم إذا أنك ربيتهم وأقنعتهم يتركون، يتعودون الخير ويتعودون البعد عن الشر. أما إذا أنك قلت والله أنا ما نب مخليهم يطلعون للشارع يفسدون، بفسدهم بالبيت، هذا يصلح الكلام ذا؟ يعني معناه أنك ما تستعين بالله ولا تثق بالله عز وجل، إن الله يعينك وإن الله يصلحهم وإن الله. الشيء بالتربية يا أخي، الشيء بالتربية والتدريب على هذا. نعم. وهذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة بالبنطال؟ حيث أني سمعت بعض طلبة العلم يقولون أن ستر العورة ينبغي أن يكون حتى بهيئتها. بعض العلم، سمعت بعض طلاب العلم يقولون أن ستر العورة ينبغي أن يكون حتى بهيئتها. نعم، البنطال ما هو باللباس، لا للرجال ولا للنساء، ما يصلح. لماذا؟ لأنه ضيق،
ويبين أحجام الجسم يفتن أكثر من غيره، يفتن أكثر من غيره. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه ما يتمكن المصلي، ما يتمكن من الصلاة على المطلوب لأنه ضيق، فيضيق عليه وقد لا يأتي بصفة الصلاة على الأمر المطلوب بسبب ضيق هذا الشيء. الله وسع عليك يا أخي، لماذا ضيق على نفسك؟ فلا يصلح البنطال لا للرجال ولا للنساء، ولكن للنساء أشد لأنه يفتن بها أكثر، أكثر من غيرها، لأنها إذا لبست الضيق، حتى غير البنطال الضيق كله، حتى الثوب الضيق، لكن البنطال أشد، يبين أحجام عجيزتها وأحجام مفاتنها، فيكون فتنتها أشد من المكشوف. قد يكون الداخلي شين، ما هو بزين، لا لونه ولا حجمه، لكن هذا اللي يجعل البنطال يزينه ويخليه مظهرا فاتن، وقد يكون من الداخل لا قيمة له، فيتجنب البنطال الرجال والنساء، والنساء أشد. نعم، أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أعمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقبض أحيانا على بعض من لديه منكر كالدعارة والخمور. نعم، أعيد السؤال. يقول السائل: أعمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقبض أحيانا على بعض من لديه منكرات كالدعارة والخمور، نعوذ بالله منها. يقول: وقد كنت حضرت وشاهدت بعض ما يثبت على المتهم، على المتهم. حضرت وشاهدت بعض ما يثبت على يثبت. أو يثبت على المتهم. نعم، ولكن عند الشهادة أوقع على كامل ما حدث مع بعض زملائي، فهل عملي هذا صحيح وهل يدخل في شهادة الزور؟ ما فهمت السؤال. إيش يقول؟ يقول يعني يشاهد بعض ما يثبت من المتهم، يشاهد بعض المنكر ولكنه يوقع مع شهادة زملائه على كامل الواقعة، فهل تعتبر هذا من شهادة الزور؟ اللي ما تعلمه لا توقع عليه، اللي ما تعلمه تيقن من حصوله لا توقع عليه، قال هذا ما شفته أنا ولا وقع عليه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما رأيكم في إقامة الملتقيات والمحاضرات في مكان مثل الحديقة الخاصة بالنساء فقط بصوت مرتفع وبتشغيل العروض وغيرها، علما أنها حديقة كبيرة ولها سور مفتوح ولكنها بعيدة عن نظر الرجال؟ النساء في البيوت، النساء مكانها في البيوت، أما مكانها في الحدائق ولا في غيرها، مكانها في البيوت، ويجعل لها مكان خاص في البيوت للاجتماع والدعوة إلى الله والمحاضرة، هذا أولى وأحسن. ولكن إذا كانوا في حديقة محصنة كما تقول، والحضرة كلها نساء ليس بها رجال، فلا بأس، وإن كان الأولى في البيوت، لكن لا بأس مع تحفظ، ولكن لا يظهر صوتها للشارع بالمقرفون، ما يظهر بالمقرفون، لأن هذا فتنة. نعم، وهذا سائل يقول: كيف نباشر الأنشطة، كيف نباشر، نعم، هذا سائل يقول: كيف نباشر الأنشطة الدعوية في بلاد الكفار ونحن من أبناء تلك البلاد؟ نعم، يجب عليكم الدعوة إلى الله أكثر من غيركم، لأنكم في بلاد أحوج إلى الدعوة إلى الله، واصبروا على ذلك حسب الإمكان، إذا تمكنتم فلا تتركوا الدعوة إلى الله. نعم، وهذا سائل يقول: ما هو الرد على شبهة أنه لما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وفتح مصر لم يحطم الآثار المعروفة وإنما تركها كما هي؟ إيش الآثار؟ الأهرامات ربما. الأهرامات ما هي بأصنام يا أخي، الأهرامات ما هي بتعبد ولا هي بأصنام، جبال، كيف يحطم جبال ولا هي بتعبد من دون الله ولا هي بأصنام؟ نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول:
كيف نجمع حفظكم الله بين قولين؟ الأهرامات، أهرامات وأصنام تولد التماثيل. الأهرامات ما هي بأصنام، إنما هي مبنية على قبور الفراعنة، مبنية على قبور الفراعنة، مقابر، هي مقابر على قبور الفراعنة ولا هي بأصنام. وأما أبو الهول فهو جبل، جبل منحوت على صورة رجل، صورة رأس رجل، جبل كيف يحطمه ما هو بيعبد من دون الله؟ إنما هي يسمونها الفنون، فنونهم هذه، فارغين ما عندهم شغل ينفع، صاروا ينحتون الجبال ويزعين فراغ. نعم. وتوجد يقول بعض التماثيل كنفرتيتي ونحو ذلك، ها؟ كما كانت توجد بعض التماثيل في مصر البارزة مثل نفرتيتي ونحو ذلك. تيتي؟ نعم، نفرتيتي يقولون لها. تماثيل اللي تعبد من دون الله ما بقيت، اللي تعبد من دون الله ما بقيت. أما ما اللي من باب العبث أو من باب ولا يعبد، هذا ما منه خطر، ما منه خطر هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع حفظكم الله بين قول الله تعالى في بني إسرائيل وفضلناكم على العالمين وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فضلناهم على العالمين، وقد فضلكم على العالمين، يعني في زمانهم. نعم، هم أفضل أهل زمانهم، بنو إسرائيل أفضل أهل زمانهم. أما إنهم أفضل العالم، كل العالم، لا، لكن أفضل أهل زمانهم. نعم، هم أكثرهم مؤمنون، أكثرهم على الإيمان، وأصلهم مؤمنون، هم مثل الوثنيين. نعم. وهذا سائل يقول: إذا كان الشخص ينكر المنكر بقلبه ولا يستطيع إنكاره بيده أو لسانه، فهل يدخل في من سكت عن المنكر ويعمه العذاب، أم يكون من الناجين المصلحين؟ المنكر، إنكار المنكر درجات كما يأتي، من استطاع بيده أو بلسانه، وإلا أقل الأحوال بقلبه، هذا ما يعجز عنه أحد، القلب ما يعجز عنه أحد، درجات، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. وهذه سائلة تقول: امرأة مطلقة طلاقا رجعيا ودورتها الشهرية غير منتظمة تغيب عنها، فما حكم استعمال علاج لإنزالها وتنظيمها علما أنها في العدة؟ ما دام أنها لها عادة وتنزل عليها، تعتد بالحيض ولا تعمل، تكلف تعمل أشياء تنزل عليها الدم، تعتد بالحيض متى ما جاءت، ثلاث حيض متى ما جاءت ولو تأخرت. نعم. وهذا سؤال يقول فيه السائل: هل يجوز لي أن أجلس منفردا لوحدي وأتكلم آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بقصد أن يسمعني الجان الموجود حولي؟ لا، أنصح الإنس وأنكر على الإنس، أما الجن عندهم من المؤمنين من الجن من يكفي إن شاء الله، خل الجن للجن. نعم. وهذا سائل يقول: والدي وإخواني لا يصلون في المسجد وأنصحهم كثيرا ولا يستجيبون، بل غالبا حين أعود من المسجد أجد والدي يدخن الشيشة ويشاهد القنوات الفضائية، فهل أتمم في مجالسهم بعد هذا؟ نعم، عليك بنصيحتهم والاستمرار في ذلك ولا تتركهم. يقول: فهل أأثم في مجالستهم أم أهجر المنزل؟ النصيحة معهم، لا تسكت عن المنكر ولا تيأس من هدايتهم، واصبر عليهم. أما مساكنتهم، إذا كنت تقدر على الخروج عن السكنة معهم، تسكن منفردا، فأنت تخرج، يجب عليك الخروج ولا تسكن معهم وهم على هذه الحالة. أما إذا كنت لا تقدر على الانفراد وعلى السكنة، تسكن معهم وتصبر على النصيحة والإنكار، تصبر على النصيحة والإنكار عليهم. نعم. وهذه سائلة تقول: ما هي نصيحتكم للنساء بضرورة تغطية الوجه وعدم إبداء الزينة؟ نعم. ما هي نصيحتكم للنساء بضرورة تغطية الوجه وعدم إبداء الزينة، وهل دليل إظهار الوجه جائز في بعض الدول؟
المرأة المسلمة مسلمة في كل مكان، تلتزم بأحكام الإسلام في كل مكان. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، فتلتزم بأحكام الإسلام. ومن ذلك الحجاب، تحتجب سواء كانت في بلاد الإسلام أو خارج بلاد الإسلام، هي مسلمة تعتز بدينها تتمسك به ولا تفرق فيه في أي مكان. نعم. وهذا سائل يقول: عندما أتكلم مع الناس وآمرهم بالمعروف أو أنهاهم عن المنكر يكون أسلوبي ركيكا وغير متقبل عند الناس، فما العمل حيث أني عندما أتكلم مع الناس أتلعثم بكلامي؟ تعلم أولا، ما يجوز لك تدعو إلى الله حتى تتعلم وتحسن الكلام مع الناس. وإذا كنت ما تقدر على ذلك فعندك مثلا، إذا كان عندك قدرة على الكتابة تكتب كتابة وتوزعها على الناس. عندك علم ولكن ما تقدر تكلم، عندك علم ولكن ما تقدر تكلم، اكتب كتابة ووزعها على الناس نصائح، وهذا يؤدي إن شاء الله الغرض المطلوب. نعم. نختم بهذا السؤال الذي تستنجد به سائلته فتقول: ما حكم قول الرجل لزوجته يا بهيمة أو يا وزغة من باب المزاح، فهم يتوسعون في مثل هذا الكلام، وما نصيحتكم للتعامل بين الأزواج، فهل يرضى الزوج المزاح معه بنفس هذه الألفاظ؟ الله جل وعلا قال: معاشرهن بالمعروف. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن. فكما تكره أن تخاطبك المرأة بالكلام السيء فلا تخاطبها أنت بالكلام السيء. لهن مثل الذي عليهن، عاشروهن بالمعروف. هذا من ناحية الزوج، ننصحه بترك هذا الشيء. أما من ناحية الزوجة إنها تصبر على ذلك، تصبر على ذلك ولا تهتم بهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.